الفريق. الإدارة زمت العلاقة بينكم وبين الإدارة الجديدة. وما يحكوا ليش؟ وليش مشي وحدها؟ وأوتوماتيك كي مجلس مثلا دركا بالنفع قاعدا كيجيو يجيبو ترينر كيلازم نديسكيتيو عليه في مجلس الإدارة. ولازم باغ إكزومبل معلاش نقولو مدير رياضي ما نجيش هذا يجي واحد خلاف كاين المدير الرياضي بلي كومبيتون عليا كيحبو يجيبو لاعب قديم ولا تقني قديم ولا حاجة يقدر يكون بلي كومبيتون عليا أنا في الواحد دونك أنا ديباني يولي المدير الرياضي يجي يحضر آخر السنة كان راح يجيبو طاقم فني يجي يقول له فوالا حنا نسحقو طاقم فني وهاو البيجي كدا نقدر نعطيوك قال اسمع في الطاقم الفني نقدر نحطو 10 ملايين في الطاقم الفني شوف لنا الطاقم الفني في المستوى يبدا هو يبروبوزي انا نجيب لكم باغ اكزومبل يقول لهم مورينيو استعمل عليكم بزاف يا باغ اكزومبل يولي يقول لهم كومبواري اعمل ويكاند حاتم قياشي نقدر نجيبه لكم بيجي هذا يكفيكم فهمت عبد الفريق فكرة وسط نمطكم وسط الجمهور تاعنا مؤسسة جوارة يولي يجي المدير الرياضي يعطيه البيجي ومن بعد المدير الرياضي يولي مربوط بزوج حوايج مربوط بالمجلس الإدارة اللي يحدد له الميزانية ومربوط بالطاقم الفني اللي يحدد له لي بوست يولي تاني الطاقم الفني يجي يقول له خويا جيب لي جي نيمبورت كوا خويا نسحق اتاكون غوش ويكون لعب عمله ولا نعطيك حتى المواصفات درك لو مال واش يقول لك يقول لك باغ اكزومبل تقول لو مال واش يقول لك باغ اكزومبل لو مال ما قاليش جيب تيايبا لو مال ما قاليش جيب لي تيايبا قال لي شوف جيب لي اتاك يكون مركا في لالي شوف يعطيك المواصفات يكون مركا في لالي يكون يلعب لي دوبي عنده جوتات مليح يكون صغير في العمر باقي عليك رحت انا فتشت في الناسيونال واش لقيت لقيت جاري ولكن لقينا جاري لقينا تيايبا ولقينا تاع واحد من ذاك في سمير عواش أبار ثلاثة هادو ما تجيبليش قلت تجيبلي جوال تسمى لي ما فيه بشكل مواصفات هادو لما لقيتش هادو ما قدرتش عليه ما تجيبش موش يقول لي نتفاهم ونجيب برك فهمت صافي فريق دونك باه تجيب باه فريق يجيب مهاجم سجل 7 أهداف فراري سي با دوني على نيمبورت كيل كلوب هدف الفريق تاعو كان هي تسمى دونك شي لقى سنتينا نعت دركا بلي ولا فريق كبير بيت بيت جيب انت جوا في الميركابو بيتر طلع لي ايش طايش فهمت كيفاه تولي الخدمه دونك باغ اكزومبل لو مير فان سيزون قلت خويا انا جيب لي باغ اكزومبل لي بوست ما بقيتش فوضى يقول لك جيب لي باغ اكزومبل ان ديفونسور سنترال غوش وان ديفونسور سنترال درواتي ما تجيبهمش جوج غوش ما تجيبهمش جوج دروات ويكونوا عندهم فوليم دو جو او يشرط عليك مش تجيب لهم بورت كي ما كاين مواصفات دقيقه باغ اكزومبل الناس ما فهموش حنايا باغ اكزومبل الناس بكل هنايا على هنا نقول الناس ديروا ثقه في الاداره تاعكم الاداره تاعكم ماهيش سهله الناس بكل في الجورنال لي ميديا بكل كانوا وشيه يغني يعيطوا لنا على حاج عيسى وزيايا كي ما جبناهمش كاين حتى اللي من غادر من الحال حنا عندنا مواصفات تقنيه قاعدين نمشيو بها اي من اول الحوايج اللي شباب قاسمين تولي تمشي بها من درك من اللي شي مفوري من جو جوار ما لعبش ما بقاش يلعب سياسه جوار كما اللي ما يكونش لعب فوني دو جو فلاني باس ما يجيش عاد هو مارادونا سما تكون ارقام تاعو مرعبه كيما باغ اكزومبل نلقاوه لعب على سير 30 ماتش لعب 25 يقدر يجي قل على ماتش ما كاينش كاينه مواصفات درك فهمت صافي بري تولي اداره سي تسمى الكونسي دادمينستراسيون مع لو ديريكتور سبورتيف يديسيدي وستاف تكنيك الاخر يعطيوه البيجي والاخر يجي بالمشاورات بصح من بعد لي جوار يولي ها يولي ثلاثه وبقاو زوج بين سي الكونسي دادمينستراسيون ديريكتور سبورتيف ولونترينر ستاف تكنيك هما اللي يديسيديو لي جوار هادو ديسي يقولوا البيجي حنا تولي مجلس الاداره مابقاش الفوضى يقول خويا العام هذا ما عندناش عندنا 15 مليار ربي يسهل عليكم شوفوا انتوما جاي لهم واش تجيبوا به يولي لونترينر يقول قدا كاين يقول له 15 مليار يقول لك داكور قدا نقدروا نجيبوا به من جوا تقول له انت 15 مليار نقدروا نفكروا به باغ اكزومبل
خمسه جوال مليح المطرطي واش يقول لك يقول لك خويا مالا واش جيب لي جيب لي انت طيب جيب لي ان مونور هاو زي نازي ما يكون لعب من الاول فوق ال 25 ماتش ويكون ماركا بليس دو 5 بيوت يعطيك مواصفات كما تلقاش ما تجيبش سي با لابان اللي كيقول لك سمرتو براسك انت ناسيونال اون سي بون بالطريقه هذه بالطريقه هذه ما يجيش تحكي علي ما نجي الاهداف عندك كبيره بزاف انت عندك مدرب واش يقول لك في الميركاتو يقعد في مجلس اداره مع جماعه تاع سوناطراك والطاسيم يقول له هاي نحكيو على الميركاتو واش نجيبوكم جوار المدرب تاعك واش يقول يقول لهم ها عطيوني تيرو ما تجيبوش الجوار على روحكم اسمي يصدق ظروف العمل على قال لهم عطيوني تيرو بصح تاعي انا نحب نعطيني فيها 6 تاع الصباح 5 تاع العشيه 9 تاع الليل 10 تاعي ويكون فيه ليكليراج وما تجيبوليش الجوار على روحكم تسمى بدينا نروحوا هاو البروفيشنال المشروع هذا تم المصدق عليه؟ بيان شي سيد خويا عمر هو جاي بطريقه جات في كومباكسيون هذوما خرج لي كلمات ولكن لكن شاطر رأي من الموسم هذا جاب